كانسيلو، كانسيلو من الصفقات الناجحه جدا لمانشستر سيتي الموسم ده، كانسيلو الظهير الايمن ليوفنتوس، صفقه تبادليه وتقاضى فيها كمان يوفنتوس مبلغ مالي 65 مليون يورو تقريبا مع دانييلو، يعني خدوا 65 مليون يورو دانييلو واستغنوا عن كانسيلو اللاعب المميز جدا في الناحيه اليمنى لمانشستر سيتي. الصفقه دي بالنسبه لمانشستر سيتي وبالنسبه اكيد لليوفي هي وين جدا بالنسبه لمانشستر سيتي، لانه ده يعني الظهير اللي بيدور عليه بيب جوارديولا، سواء في بناء الهجمه، سواء في المجهود، سواء في التواجد في مناطق الخصم، لانه هجوميا بيبقى كويس جدا. فهو بيدور عليه. غريب جدا ان يوفنتوس ممكن يتخلى عن كواليتي بحجم كانسيلو، حتى برضه وان كان عشان سقف الرواتب بيتخلى عن كواليتي زي كانسيلو وبيقبل بكواليتي زي دانيلو. ده داون جريد، انا مش شايفه ابجريد خالص، ده داون جريد جدا بالنسبه للكواليتي بالظبط. يعني هو دانيلو احنا شفناه مع ريال مدريد رغم ان كله كان بيدافع عنه ما قدمش اي حاجه، شفناه بعد كده مع مانشستر سيتي كايل ووكر اتطور بشكل مهول مقارنه انت بتتدرب تحت ايد جوارديولا، واكيد هيطور فيك حاجه، يعني طور ستيرلينج، طور كل اللعيبه اللي تحت دي ما عدا دانيلو اختفى. يعني احنا اتفاجئنا بيجي يدوب بيلعب كده ضد التطور، يعني ضد التطور، ضد اي حاجه صحيح. بعدين انا كنت بقول في المقدمه يا اسلام، انا يعني يا رب يبقى بختكم زي دانييلو، ما فيش حد حظه كده، يعني من ريال مدريد لمانشستر سيتي لليوفي وانت ما قدمتش اي شيء. هو يعني واضح ان الايجنت الايجنت شاطر. بس برضو انت بتتكلم عن كانسيلو، دي اضافه قويه، ورودري يعني هو حتى مانشستر سيتي ذكي في سوق الانتقالات بيعوض النواقص عنده، لانه واضح ان كايل ووكر هيبتدي يلعب في سنترال رول زي ما بيقال، ان هو يلعب قلب دفاع خلاص، فهو هيبقى تحول غريب وممكن الموضوع ياخد سنه منه. بس هو جايب انجلينيو وجايب كانسيلو عشان يعوض كايل ووكر، اكيد مش هيلعب بثلاثه باك يمين في الفرقه.